السلام عليكم ورحمة الله، طيب تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بكم بحلقة جديدة من طبيبك معك. هل تعاني عزيزي المشاهد من الإرهاق اللي يزداد يوم بعد يوم، أو أنه الوزن يزداد بصورة مو طبيعية، أو أنه في يوم من الأيام وبعز الصيف أنت دا تشعر ببرودة مفرطة أو حتى تساقط للشعر مو طبيعي؟ هذه الأعراض اللي ذكرتها في وراها اضطراب بالغدة الدرقية. إذا اضطرابات الغدة الدرقية وكل الحقائق حولها هو محور حديثي معكم لهذا اليوم، وراح يشاركني الحديث الدكتور مقداد الخزاعي، اختصاص دقيق أمراض الغدد الصم والسكري. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة رشا، وتحياتي إلى كوادر قناة كربلاء الفضائية. نعم دكتور، الغدد الصم وخاصة الدرقية موضوع جدا شائع، أكيد راح تبين أنت للمشاهدين الوظيفة مالتها وشون هي تحكم لي الجسم فعلا. وهذه الأعراض اللي أنا ذكرتها بالبداية للمشاهدين هي جزء يسير من المشاكل الصحية أو الأعراض اللي ممكن تظهر لي على شخص يصاب باضطراب الغدة الدرقية. بداية خلينا نعرف المشاهدين دكتور، شو نقصد بمصطلح الغدد الصم؟ الغدد الصم، أكو الغدد اللي موجودة بالجسم هي نوعين، غدد صماء وغدد ذات قنوات. الغدد اللي الصماء معناها ما بيها قناة توصل الأفراز مالتها للنسيج المستهدف، هذه الغدد الصماء. بينما الغدد ذات القنوات، الغدد الإكزوكراين اسمها بالإنجليزي، هي الغدد اللي ذات قناة. مثال عليها مثلا الغدة اللعابية، بها قناة تفرز اللعابة بداخل تجويف الفم. غدة البنكرياس ممكن تفرز بالقناة الهضمية. تمام، هذه الصورة دكتور واضحة أمام المشاهدين اللي تبين الفرق اللي ذكرها حضرتك. تمام، أكو قناة وأكو ديتشي اللي تكون بدون قناة. هذا هو الفرق، احنا بدنا نحكي هسه من وجهه نظر علميه اكاديميه. نعم. شنو اللي يهم الناس ان يعرفونه؟ انه الغده الصماء تفرز الافراز مالتها الى مجرى الدم بشكل مباشر. نعم. بهالحاله لازم نميز انه الغده ذات القناه افرازها او مشاكلها ممكن تنعكس بالمكان نفسه. الغدة اللعابية إذا بها مشاكل فالأعراض مالتها راح تكون محددة بتجويف الفم. الغدد اللي الأخرى اللي بالجهاز الهضمي مثلا. نعم. العلامات اللي تصير إذا يصير أي خلل بها تصير علامات بس بالجهاز الهضمي. بينما الغدد الصماء، وهو هذا أهم ما يجب أن يفهم الجميع، أنه الغدد الصماء أي إشكال بها ممكن يأثر على كل أنسجة الجسم. نعم. على سبيل المثال مثلا حكينا على الغدة الدرقية أو الغدة الكظرية، تأثير مثلا إفراز الكورتيزول بالغدة الكظرية يأثر على كل أنسجة الجسم بدون استثناء. نعم. من الدماغ للجهاز التنفسي للقلب للجلد وهكذا. نعم، هذا يعني نقطة كلش مهمة حضرتك نوهت عليها، أنه هي أهمية الغدد الصماء وأهمية أنه أي خلل يصير بها أن يتعالج بطريقة صحيحة وبأسرع وقت ممكن. أكيد. متى ما تم التشخيص. تمام، إذا ندخل بالغدة الدرقية دكتور، شنو هي هذه الغدة؟ أين تقع؟ شنو وظيفتها؟ الغدة الدرقية هي غدة صغيرة نسبيا تقع في مقدمة الرقبة. وظيفتها هي السيطرة على عمليات الأيض عامة بالجسم. وظيفتها ما نقدر احنا نحددها 100% بس بهذه الجملة، لأنه هي بكل واحد من أنظمة الجسم. نعم. على القلب وعلى الجهاز التنفسي وعلى كل أنظمة الجسم لها تأثير. الغدة الدرقية لها تأثير. نعم. على كل أنسجة الجسم باختصار هي تسيطر على مستوى الأيض بكل الأجهزة. يعني تمام. من يصير بها زيادة مثلا ممكن الأيض يتسارع، ممكن يصير النبض أسرع، ممكن يصير الضغط أعلى. نعم. وهكذا الجهاز الهضمي أيضا تحكم لي الجسم. هذه دكتور أكو لقطتين ظاهرة أمام المشاهدين، أكو غدة درقية هذا موقعها مثل ما ذكرت حضرتك. نعم. أكو وحدة كبيرة الحجم وحدة صغيرة. نعم. شنو الفرق بيناتهم؟ اثنينهم طبيعيين؟ لو أكو وحدة ليها معناها خلل؟ هي الصورة اللي على اليسار هي. نعم. الغدة الدرقية الطبيعية. طبعا الغدة الدرقية الطبيعية تكون غير مرئية من منظر الإنسان الاعتيادي، تكون غير مرئية يعني ماكو فد شيء بارز بهذا المكان. وغير محسوسة أثناء الفحص الطبي. بينما من يصير تضخم مثل ما مرسوم بالصورة اللي على اليمين. نعم. راح تكون بارزة نوعا ما بالنسبة للشخص، يعني الناس اللي يشوفونه يشوفون أكو بروز بمقدمة الرقبة مالته. وبنفس الوقت بالفحص أو حتى بالتداخلات اللي ممكن نسويها، فحص السونار وغيره، ممكن راح تبين عندنا انه الحجم نقدر نقيسه بشكل صحيح. نعم، هذا دكتور الحجم اللي ذكر حضرتك هذا بالضبط هو هنا هذا البروز اللي حيبين
للمشاه اللي شخص اللي يشوف المريض نفسه نعم. انه يبين عنده انه بروز نوعا ما بهذا. طبعا يختلف الحجم مالته من مريض الى مريض، بس لازم نعرف اكو معلومه احصائيه مهمه انه بالمجتمعات الشرق الاوسط تقريبا 40% من الناس الطبيعيين هم عندهم درجة من تضخم الغدة الدرقية، يعني من ازدياد حجمها وبروزها مثل ما ذكرت. هو مو شرط يكون بروز، بس هذا الإحصائيات يعني اعتمدت على الفحص السونار. نعم. يعني وجود تضخم بسيط بالغدة الدرقية لا يعني بالضرورة أنه أكو مشكلة كبيرة بالغدة الدرقية. التضخم يعني من كل 10 أشخاص مثلا بالعراق أكو 4 من عندهم تضخم للغدة الدرقية. يبقى هنا شلون نميز أنه هذا الشخص عنده حالة مرضية بالغدة الدرقية؟ يعتمد على وجود أعراض مثلا ضغط على الجهاز التنفسي، عنده صعوبة بالتنفس أو صعوبة بالبلع مثلا، أو بعض الناس مثلا الشخصيات العامة مثلا اللي المظهر بالنسبة لهم فد شيء كلش مهم، لا ممكن يطلبون أنه تتعالج هذا التضخم يتعالج أو يخلصون من عنده بغض النظر عن الأضرار اللي ممكن يسبب، حتى إذا ما مسبب أضرار ممكن يريدون يخلصون من عنده. نعم. هذا فد شيء استثنائي أنه الشخص نفسه هو يطلب التخلص منها، وإلا كطبيب وكإرشادات طبية أنه مو كل غدة متضخمة تحتاج علاج. نعم. زين هسه أنت يعني خليت ببالي فد سؤال. نعم. قلت لي أنه هي غدة متضخمة لكن نعم. ما مسببت لي مشاكل، لا أكو نعم. عندي زيادة ولا أكو عندي نقصان. بالضبط. وشخص دا يريد يعني يتخلص من هذا التضخم. نعم. زين أنت بهالحالة ايش راح تعطي؟ علاج دوائي؟ راح تسوي له علاج جراحي؟ هو هذني الدواعي الثلاث للتداخل الجراحي. هو انه اكو ضغط على النفس او نعم. البلع، والشغله الثانيه انه اللي قلناها انه الشخص نفسه مظهريا يحب يكون مظهره شويه احسن. يعني بناء على رغبه الشخص ممكن اسوي تداخل جراحي. اي طبعا. تمام. بشرط يكون عنده فعلا يعني تضخم. اكو يعني اكو جويتر. نعم. زين. والشغله الثالثه والاهم من هذول كلهم انه ممكن يكون عندي شك لا سمح الله تكون هي هذه التضخم اللي بالغده هو ناتج عن ورم خبيث لا سمح الله. نعم. فهذا لا راح يصير الزامي، احنا نجبر المريض او ننصحه، مو نجبره، ننصحه انه يجب باسرع ما يمكن رفع هذا الورم. نعم. للتخلص او لتحديد التاثير للتاكد من التشخيص. نعم. طبعا لاهميه الموضوع دكتور خلينا نفسح مجال للمشاهدين على مود يشاركونا بمحور حلقتنا لهذا اليوم، وتقدرون تسالون دكتور مقداد اي شيء يخص اضطرابات الغده الدرقيه عبر ارقامنا اللي تظهر لكم اسفل الشاشه. نعم دكتور، بصوره عامه قبل ما ندخل بتفاصيل الزياده او النقصان للغده الدرقيه، اكو عندي فد علامات مثلا محدده او اعراض مثلا خاصه اني كانسان اعتيادي تخليني بحيث اشك انه احتمال عندي خلل بهذه الغده الدرقيه بحيث اروح للطبيب وأخذ المشورة الطبية؟ نعم، أكو علامات أكيد كثيرة، بس خلي مقدما لازم أقدم هذه النقطة أنه تقريبا ولا علامة من علامات زيادة أو نقص إفراز الغدة الدرقية هي علامة نسميها بالطب سبيسيفيك أو علامة مخصصة، معناها ما تصير بس بهاي الحالة. يعني ممكن أي علامة من علامات مشاكل الغدة الدرقية ممكن تصير بأمراض أخرى. على سبيل المثال مثلا الإحساس بسرعة نبض القلب اللي نسميه بالخفقان. نعم. كاصطلاح طبي. الخفقان ممكن يصير بسبب زيادة إفراز الغدة الدرقية، وممكن يصير لأسباب أخرى، زيادة الوزن أو نقص الوزن ممكن يصير بمشاكل الغدة الدرقية، وممكن يصير بسبب أمراض بسبب أخرى. بسبب الأكل أصلاً الكثير. نعم. يعني أكيد. فنحاول بينما إذا كان عندي هنا نقطة مهمة، إذا كان عندي علامة من العلامات اللي راح نحكيها. نعم. موجودة بسيستم معين بنظام معين مثلا. نعم. عنده خفقان بالقلب وبنفس الوقت عنده بالجهاز الهضمي زيادة عدد مرات التغوط اليومي. نعم. علامتين بسيستمين مختلفة موجودة اثنيناتهم يقولون انه ربما هذا البيشنت هذا المريض. نعم. عنده فرط بإفراز الغدة الدرقية. بهاي الحالة يفضل او يعني يفضل انه لازم نسوي تحليل الغدة الدرقية لأن صار الشك أقوى. بينما إذا علامة واحدة مثلا مجرد بيصير عنده عفوا إسهال مثلا. نعم. وما عنده علامات أخرى، لا الموضوع ممكن نسوي وممكن ما نسوي. علامات فرط إفراز الغدة الدرقية إذا نجي نلخصها لازم نأخذ سيستم. نعم. مثلا بالنسبة للجهاز الدوران جهاز القلب
الأهم والأكثر شيوعا هو الخفقان، يعني زيادة سرعة النبض. نعم. ممكن يجوز هو هذا أكثر شيء اللي الناس تحس به، يعني أنه لأنه يكون أكو فد إجهاد يصير بأبسط جزء حركة. تمام. نعم صح. طبعا قبل ما ندخل بالتفاصيل مال الزيادة والنقصان، خلينا نأخذ أول اتصال من جاسم. ألو. ألو جاسم، السلام عليكم، تسمعنا؟ ألو ألو ألو، السلام عليكم جاسم، اسمعني من التليفون. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. عليكم السلام. وعليكم السلام، تسمعوني؟ احنا نسمعك بس انت اسمعنا من التليفون. ابتعد عن التلفزيون. تسمعيني يا ست رشا؟ اي نعم اسمعك، تفضل. ابتعد عن التلفزيون. وشنو سؤالك الدكتور مقداد؟ تحية طيبة الى الدكتور رشا والى الدكتور الموفق. حياك الله، تفضل. الله يحييك حبيبي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم. طبعا اكثر اضطرابات الغده الدرقيه هي بسبب الحاله السيكولوجيه للانسان. اكثر المشاكل النفسيه هي التي تؤدي الى ذلك، واكثر شيء هو الاكتئاب الشديد والذهان التي تؤدي الى اختناق الغده الدرقيه. كما ذكرت في الحلقه السابقة يجب الاعتناء بالحالة السيكولوجية للإنسان أضافة. أما السؤال، هل صحيح أن السمك المشوي هو أحسن علاج لمرضى الغدة الدرقية؟ تحيات الطيبة للدكتور والأستاذة رشا علي، وشكرا جزيلا. تمام، شكرا لاتصالك، وأكيد راح نسمع الجواب بعدين من الدكتور مقداد على الملاحظة اللي انطيتها. شكرا لاتصالك. نعم دكتور، بصورة عامة قلنا ممكن هذه الأعراض إذا ظهرت بأكثر من جهاز ذاك الوقت تخلينا أنه نروح ناخذ مشورة طبية. يصير الشك أقوى أكيد. نعم يصير الشك أقوى. نعم. زين نبدي تحب نجي نحاول أن نوجز العلامات مال فرط إفراز الغدة الدرقية. نعم. اللي نسميها باللهجة العامة مالتنا أنه نسميها غدة سامة. طبعا هي هذه التسمية شوية منفرة أو مخيفة للناس. هي سامة، التسمية العلمية معناها مجرد زيادة بالإفراز، يعني سامة مو تسمم الجسم بس الإفراز مالتها أكثر من الإفراز الطبيعي. ويجوز إنه يصير عندهم خلط ويا السرطان، سرطان الغدة الدرقية. بالضبط، يصير يتصورون نفس المصطلح من الناس. أي فيعني مرات من نقول للبيشنت المراجع أنه أوكي اكتشفنا أنه عندك غدة سامة، واي منهم ممكن تقعد تبكي وكذا تنصدم. نعم. هو الغدة السامة الثايروتوكسيكوسيس هو فد مرض قابل للشفاء، يعني بكل الأحوال هو قابل للشفاء، فيختلف تماما، ما له علاقة بالأورام الخبيثة نهائيا. علامات الغدة السامة أهمها مثل ما قلنا بالبداية أنه زيادة دقات القلب أثناء الراحة، يعني اللي هو الخفقان نسميه بالعراقي. هذه نقطة مهمة دكتور. نعم. أنه أنت تسأل أكيد المريض عليها. بالضبط. نقص الوزن غير المخطط له، يعني إنسان هو مو هو دي ينزل وزنه ودي يسوي الرجيم، دي يأكل بحالة طبيعية. نعم. ودي ينزل وزنه وهو ما يعرف السبب، هذه نقطة كلش مهمة. الشغلة الثانية زيادة عدد مرات الخروج، يعني هو مو إسهال بالضبط بس يعني يكون خروج طبيعي بس عدد المرات يكون 3 أو أكثر بال 24 ساعة، هذه تنطينا شك أيضا بالغدة الدرقية. ممكن تصير نوع من الارتجاف بالإيد أو ارتجاف عامة بالإيد أو بالرأس. نعم. تحس رجفة عنده ما كانت موجودة وبدأت تصير عنده. ارتفاع الضغط أيضا واحد من علامات ارتفاع إفراز الغدة الدرقية. نعم. جفاف، العفو، زيادة التعرق وتساقط الشعر ممكن تصير. ونقطة مهمة بالنسبة للنساء هي اضطرابات الدورة الشهرية، وأكثر شيء بالنسبة لزيادة إفراز الغدة الدرقية يكون نعم. الاضطراب أكثر شيء بس مو دائما. نعم. أنه تصير الدورة تتباعد وتصير الجريان مالتها أقل أقل ككمية. إذا في حالة الزيادة، يعني لأنه راح تختلف في الأعراض في النقصان. وهذا ملخص أمام المشاهدين على الأعراض اللي ذكرتها مثل ما ذكرت حضرتك: العصبية المفرطة، التعرق الزايد، رجفة، عدم تحمل الجو الحار، نزول بالوزن غير مفسر، أرق وقلة النوم، ضعف العضلات، لخبطة الدورة الشهرية مثل ما حضرتك ذكرت، وجحوظ العين اللي هو هذا أكيد راح يكون علامة أيضا مميزة لزيادة إفراز الغدة الدرقية، يعني كأنه مقلة العين تكون بارزة أكثر للأمام. تمام، بس حتى نوضح هنا هاي النقطة شوية نعم. بها لازم توضح أكثر. نعم، بما أنه يراد لها توضيح أكثر عذرا للمقاطعة دكتور. نعم. خلينا نأخذ اتصال. ألو
السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا، تفضل. ممكن احكي يا دكتور؟ يسمعك الدكتور. نعم. دكتورنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. يعني دكتورنا عندي زوجتي هذا غده درقيه. نعم. ايش بيها الغده الدرقيه؟ والغده مالتها مو وارمه، يعني مو وارمه بس ما مبينه زين. يعني شنو اللي عندها بالضبط؟ يعني هي الغده الدرقيه جزء من يعني عضو بجسم الانسان موجود عند كل الناس. هذه فكره اهم انا موجوده انه عبالهم يعني ماكو مرض اسمه غده درقيه. نعم. دكتورنا بالجهه اليسرى. بس هي دكتورنا من تنام تختنق من عندها، من تبلع ريقها ما يقدر من عندها. تمام، يعني اذا عندها تضخم بالغده الدرقيه اللي افتهمه انه قصدك يعني مو؟ اي دكتورنا صح. نعم. سوت تحاليل مال غده درقيه؟ نسويها دكتور، سويناها. اي. وش طلع بها؟ طلعت طبيعيه؟ هاي دكتورنا؟ ايش طلع نتيجه التحاليل مال الغده الدرقيه؟ والله تحاليل وقالت تحاليل هيك اللي زينه، بس هي هاي ما طولها تختنق، تعرضات تصير عندها، تختنق من عندها، هاي بعد ما راجعنا الدكتور، يعني ما نعرف هسه شنو هاي دكتور، لها علاج، عمليه جراحيه. تمام. اوكي صار واضح هسه. نجاوب على استفسارك يعني بعدين. تابعنا ان شاء الله بنهايه الحلقه تسمع الجواب. شكرا لاتصالك. ويانا اتصال من رائد. الو. الو رائد ويانا على الخط. انقطع الاتصال يا رائد. نعم دكتور، بما انه احنا بدنا نتكلم بزياده افراز الغده الدرقيه او فرط نشاط الغده الدرقيه. نعم. اكو فد اسباب معينه تؤدي الى حصول هذا الاضطراب؟ تمام، بس اسمحي لي يعني نرجع نوضح جحوظ العين. نعم. بالضبط مثل ما تفضلتي، اكو اسباب، يعني هو مو مرض واحد هو زياده افراز الغده الدرقيه، اكو عده حالات مرضيه تسبب زياده بافراز الغده الدرقيه. فجحوظ العين يكون بوحده من هاي الاسباب اللي تعرفينها حضرتك. نعم. اسمه جريفز ديزيز. نعم. هو واحد من اكثر اسباب زياده افراز الغده الدرقيه شيوعا، بس مو دائما هو السبب، يعني ممكن يكون هو السبب وممكن يكون غيره. فعدم وجود جحوظ العين ابدا لا يعني انه هذا الشخص اللي عنده كل الاعراض السابقه وما عنده جحوظ بالعين معناها، مو معناها انه ما عنده زياده. هي اكيد ما معقول انه تطلع كل الاعراض. زين، اللي عنده معناها جحوظ بالعين، هل هذا ممكن انه معناها انه يخفي ما وراء، يعني خلينا نقول زياده مفرطه يعني من النوع الشديد؟ لو همين ما لها ربط. لا، هو للاسف ما لها ربط، لانه هو جحوظ العين اللي يصير بحاله الجريفز ديزيز كانما هذا اكو مسبب معين، اكو اجسام مضاده موجوده بالجسم تاثر على الغده الدرقيه مره وتاثر على العين مره ثانيه بتاثير منفصل عن تاثيرها على الغده الدرقيه. اذا معناها ما لها علاقه بالرقم اللي راح يطلع لي او بالرقم. اكو حتى ناس يصير عندهم جريفز اوف ثيرموباثي اللي هو خلل، عامه نسميه خلل الغده الدرقيه اللي جحوظ العين. نعم. بس نسوي تحليل الغده الدرقيه ونفحصهم تكون الغده الدرقيه مالتهم وظيفتها طبيعيه تماما. وممكن العكس، ممكن يصير عندهم خلل بالغده الدرقيه وممكن ما يصير مشكله بالعين. وممكن يصيرون. اذا هو معناها ما راح يكون لقياس لشده المرض. بالضبط، ما له علاقه بشده المرض. ويانا اتصال من علي. الو. الو السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. دكتور. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل. الله يا هلا بحضرتك. دكتور انا عاني من غده درقيه سامه. نعم. زين. تمام؟ فاخذ علاجات، من اخذ علاجات يستقر الوضع. نعم. فمن اخذت العلاج واستقر وضعي صار عندي زياده يعني مفرطه بالسمنه. تمام؟ نعم. واذا تركته يعني فتره قليله يرجع حالتي مضاعفه عن قبل. زين، من شو وقت تاخذ العلاج مال الغده السامه؟ دقات القلب السريعه. شو وقت بلشت تاخذ العلاج؟ شو وقت تشخصت؟ مثلا تودي العمليه الجراحيه لو ابقى مثلا على العلاج. هو ايش قد صار لها عندك مشكله الغده السامه؟ صار لها تقريبا سنتين ونص. ومن نعم. من تاخذ علاج يزيد وزنك ومن تترك العلاج نعم ترجع لك الاعراض مال الغده السامه. نعم نعم. تمام. اوكي، شكرا. تمام. شكرا. ظل شاهدنا ان شاء الله تسمع الجواب على استفسارك. شكرا لاتصالك. طبعا رائد عاود الاتصال ويانا. الو. السلام عليكم دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا، تفضل. دكتور اشكرك على الحجيه بال 92 سوينا لها عمليه ما رفع غده. زين. وهسه رجعت عليها ومضخمه عندها ضيق بالتنفس. انت شلت الغده كامله لو استئصال جزئي؟ لا لا بالضبط كامله شلناها الغده. لا عاد شنو اللي رجع؟
هي رجعت نفس الغده عليها، وهسه راجعنا الدكاتره ما يعطونا نسبه نجاح بالعمليه مالتها، يقول خاف يضرب الاوتار الصوتيه. اسمح لي، هو اللي رجع هسه سالتك الدكتوره يعني شنو العلامه اللي شفتوها عندها؟ ظهر يعني اكو انتفاخ بالرقبه، يعني صار تضخم بالرقبه؟ صحيح دكتور. انشال جزء، انشال كل، انشالت الغده يعني جاره الدرقيه وياها، لو ما عندك ايش تفاصيل؟ لا انشالت كلها. زين، بيا سنه؟ بيا سنه انشالت؟ بال 92. 92 هو حتما يعني 100%، هو يمكن شويه اكو فرمنت اكيد، يعني الطبيب الجراح في وقتها هو ما شايل الغده كامله، والا ما ممكن اذا هو يشيلها كامله ما ممكن يصير رجوع بالاعراض مالتها. زين دكتورنا عبد الله امر عليك، نقدر مثلا عمليه مالتها ما تقطع الاوتار الصوتيه؟ هو طبعا هو ماكو جارنتي بهذا الموضوع، يعني لانه هي الاوتار العصب اللي يسيطر على الاوتار الصوتيه هو يفوت ملاصق، او اذا يصير تضخم بالغده يصير يفوت بداخل الغده الدرقيه. نعم. فيعني اكو احتماليه، يعني مو الفكره انه فشل العمليه، اكو احتماليه بالعمليات باحسن المراكز احتماليه فد 1 أو 2% من من كل مريض يسوي العمليه ممكن تنضرب العصب المسيطر على الاوتار الصوتيه. بس دكتور ما بس اصحح لك المعلومه، العمليه يعني ما اتذكر كلها شايليها. تمام. لا هو واضح احنا استنتجنا ترى، يعني لان هي مو معقول انهم يشولها كلها وبعدين ترجع، والله ممكن اذا اكو من ممكن يصير بها اوفر جروث انه ترجع أكيد. مثلا تكبر أكيد. مره ثانيه يعني دكتور ما اكو امل ان شاء الله مثل على صوتها؟ اكيد هو الاحتماليه انه ينضر الصوت مالتها، اذا نقول احتمال تنضر واحتمال ما تنضر، هي احتمال انه تحافظ على الصوت مالتها احتمال اكبر. نعم. بس ماكو جراح راح يقدر ينطيك ضمان 100% انه يسوي العمليه وما يصير ضرر على الصوت اكيد، خصوصا انه هاي عمليه ثانيه، والعمليه الثانيه اصعب بكثير من العمليه الاولى. نعم. وهي ما دام انه واصله مرحله انه تحتاجها والحل الجراحي هو الحل الوحيد يعني لها، فهي خلاص ماكو بعد خيار ثاني، لازم تسوي العمليه اكيد. صح. تمام، شكرا لاتصالك اخ رائد، شكرا لاتصالك. ويانا اتصال من محمد. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ورحمه الله. انا عندي اسم الغده الدرقيه عاطله. زين. خامله. اي خامله. إيه. نعم. بحيث نسبه التي اس اتش طلع 100 بالتحليل. تمام. ايش وقت هذا؟ هاي قبل فتره، يعني اخذت ثايروكسين 100 بالطوني. نعم. وصل 14. زين. تي اس اتش. نعم، شنو سؤالك يعني؟ اي بالنسبه يعني اكو جاي احس برجلي تعب او اسمه من التي اس اتش من الخمول، من الثايروكسين قصدك لو من الخمول؟ من الخمول، يعني اذا اخذ اكثر يقول لي الدكتور لا تتاذى بعد، يعني اذا اكثر من 200. نعم، ايش وقت تاخذ الحبه مال الثايروكسين استاذ؟ اخذها قبل 3 ساعات من الاكل. قبل 3 ساعات؟ من يا وجبه؟ وجبه الفطور يعني ريوق. قبل 3 ساعات من الريوق؟ اي نعم. يعني فد ساعة بيش تريق؟ يعني وقت الصلاة قاعد اسمه اخذ الحباية. تمام. نعم. 8:30 يعني يلا تريق. تمام. كل الزين وصحيح. طيب تستخدم ادوية ثانية غير الثايروكسين؟ اي مال سكر. تمام، غير ادوية السكر؟ مقويات؟ ما في شيء، بس هو على شيء نتيجة مرض المناعة الذاتي يعني. مرض المناعة الذاتي قصدك؟ هايبوثايرويد قصدك بالنسبة للغدة الدرقية؟ لا احنا الفكرة من يصير عندك دا تاخذ 200. ايش قد وزنك؟ وزني 85. تمام. هي كتفسير انه انت دا تستخدم جرعة عالية نسبيا. نعم. والاستجابة عندك مو كاملة. اكو اسباب. نعم اكو اسباب هسه نحتاج نحكي عليها، يعني مو مال يعني ابقى تابع الحلقه لانه هذا موضوع عاشت ايدك، هذا موضوع مهم لازم نوضحه. نعم. للناس عدم استجابه العلاج. أي. شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك وشكرا لسؤالك يعني اخ محمد. نعم دكتور، خلي كملنا هسه جحوظ العين. نعم. خلي ندخل بالاسباب اللي تؤدي الى زياده النشاط. اسباب زياده نشاط الغده الدرقيه، اكو اسباب شائعه. نعم. هي اهم مجموعه كبيره من الاسباب، بس احنا ناخذ الاسباب على حسب الشيوع مالتها. السبب الاول اللي قلناه هو هم واحد من امراض المناعه الذاتيه،
نسميه بالاصطلاح الطبي مرض جريفز. هذا تقريبا 75% من المرضى المصابين بفرط افراز الغده الدرقيه هم سبب المرض مالتهم هو جريفز ديزيز. نعم. مرض جريفز هذا اللي ممكن يصاحبه جحوظ بالعين وممكن يصاحبه علامات اخرى طبعا حتى يصاحبه تضخم بالغده الدرقيه. الاسباب الاخرى، السبب الثاني ممكن تكون نسميها عقده ساخنه، اكو عقده تصير بداخل الغده الدرقيه وتفرز، هي تكون هاي العقده غير مطيعه للسيطره اللي تفرضها الغده النخاميه على الغده الدرقيه. نعم. فتفرز بدون طاعه، فبهذه الحاله ممكن تصير علامات زياده الافراز والغده السامه تصير عند هذا المريض بسبب الغده الساخنه. السبب الثالث من الاسباب الثلاث الشائعه. نعم. هو التهاب الغده الدرقيه. فد حاله التهابيه مناعيه او التهاب حتى فيروسي ممكن يصيب الغده الدرقيه، وهاي قمنا نشوفها بالفتره الاخيره ويا اصابات كورونا، ممكن الالتهاب الفيروسي نفسه يصيب الغده الدرقيه ويسبب لنا فرط مؤقت بافراز الغده الدرقيه، يتبع عادة يكون كسل هم مؤقت بالغدة الدرقية. وهذا طبعا هو تقريبا أسهل أنواع مشاكل الغدة الدرقية، لأنه عادة الشفاء من عنده بحدود الست أشهر أكثر أو أقل يكون شفاء كامل. نعم. ممكن أكو سري دكتور فهد مضاعفات إذا أكو شان عندي زيادة بإفراز الغدة الدرقية لكن ما تعالج، أو مثلا المريض ما راح للطبيب، أو أنه ما تشخص طريقة صحيحة، أو ما أخذ مثلا الجرعة الكافية من العلاج، أكو مضاعفات تنتج على الجسم؟ أحسنتي، هذا السؤال كلش مهم ولازم نحاول نوعي الناس عليه. بالضبط مثل ما تفضلتي، مضاعفات، أكو مضاعفات مهمة للمشاكل الغدة الدرقية ولفرط إفراز الغدة الدرقية، إذا ما تعالج بشكل صحيح أو إذا انهمل لفترة طويلة ممكن تصير. أهمها شغلتين، هو مشاكل كهربائية القلب اللي عدم انتظام دقات القلب اللي ممكن حتى يوصل يسبب لي بعدين عجز القلب أو حتى نوبات قلبية، ذبحة وجلطة وكذا ممكن تصير بسبب زيادة إفراز الغدة الدرقية. هذا من جانب. من الشغلة الثانية المهمة، يصير ضعف بكثافة العظم اللي نسميه بالاصطلاح الطبي هو هشاشة العظام. هشاشة ثانوية بالعظام ممكن تصير بسبب عدم يعني تأخير علاج أو تأخير تشخيص فرط إفراز الغدة الدرقية أو الغدة السامة. نعم. زين دكتور، يعني الأعراض اللي ذكرتها حضرتك مثلا أنه خفقان، تعب، مثلا نقصان بالوزن، معناها أول ما يحس الشخص بهيك شيء يعني أعراض لازم رأسا يروح للطبيب؟ لو ينطي مثلا مجال أسبوع أسبوعين أو ينتظر شهر، ممكن هذه مثلا أعراض يعني وقتية وتروح، أو مثلا لها مسببات ثانية؟ تمام. هي الأعراض هذه اللي حكيناها مثل ما قلنا أنه إذا أكو عدة أعراض، لأنه كل عرض لوحده هو ما ينطيني شك قوي أنه أكو مشكلة بالغدة الدرقية، بس إذا الشخص عنده عدة أعراض والأعراض اللي شوية خاصة أكثر هي نزول الوزن غير المفسر. هذا اللي عنده نزول وزن غير مفسر لازم باسرع ما يمكن. واكيد يعني بالضبط احنا نخاف مثلا جزء اخاف مثلا اكو سرطانات اللي هي دائما الامراض الخبيثه ممكن تجيني كاعراض اوليه هي يعني نقصان وزن غير مفسر. نعم. وسريع وفتره قصيره، فمعناها لازم راسا ياخذ المشوره الطبيه. فهيك اعراض اكيد ما لازم ينهمل. بينما اذا مثلا عفوا اذا مثلا مجرد خفقان يصير بين فتره وفتره، هذا ممكن يكون إلى عدة أسباب أخرى غير الغدة الدرقية، وممكن أبسط شيء ممكن من فرط استخدام الكافيين، يعني واحد يشرب قهوة أكثر من اللازم أو قلق أو نوم قليل وكذا، فهذا لا بأس بتأخيرها مثلا والبحث عن أسباب أخرى. نعم. إذا هست الدكتور أريد ندخل بالخمول أو كسل الغدة الدرقية، بالمناسبة ياه الأكثر شيوعا، الزيادة أم النقصان؟ اكيد نقصان خمول الغده الدرقيه اكثر شيوعا بكثير من زياده الغده الدرق من زياده افراز الغده الدرقيه. عاده الاحصائيات بالدول الغربيه تقول تقريبا 2%، يعني واحد من كل 50 انسان عنده خمول غده درقيه. زين، نساء لو رجال اكثر اصابه؟ النساء اكيد اكثر. النساء اكثر اصابه بالهبوط بخمول الغده الدرقيه. زين، والزياده؟ الزياده النساء اكثر، الرجال أشد. الرجال أشد، تمام. يعني الرجال أقل تصير عندهم، بس عادة من تصير عندهم تصير حالة أشد. هو فعلا يعني إحنا أكثر شيء جوز المرضى اللي نشوفهم هم من النساء فعلا أكثر. قليل جدا يجونا رجال عندهم اضطرابات غدة درقية. تمام. صار بحث قبل فترة، أجرينا بحث بالمركز. نعم. وتفاجأنا أنه تقريبا أكثر من 90% من الناس اللي دخلناهم بالبحث هم نساء. فصراحة ما قدرنا نعرف تفسير، حاولنا نخمن الموضوع،
يقال انه النساء شويه معتنين بصحتهم اكثر، يعني من الصير عندها مشكله تراجع، بينما الرجال شويه مهملين الاستروجين مثل اكثر. الهرمونات الانثويه لها دور انه ممكن تاثر لي على الغده الدرقيه؟ هو حقيقه علميا لحد هسه غير مفسر، نعم. يعني ممكن افتراضات بس علميا ماكو جواب لهذا السؤال، ليش عند النساء اكثر لحد هسه ما بعرف. نعم، انت حضرتك اللي شفتوه بحثكم انه احنا نراجع اكثر، نهتم بصحتنا اكثر، فلهذا تطلع احصائياتنا عاليه. احنا اتهمنا النساء بهذا. تمام. اسباب نقصان الغده الدرقيه. نعم، اسباب قصور الغده قصور الغده الدرقيه الدرقيه او نقص افراز الغده الدرقيه، اولهم واكثرهم شيوعا عالميا هو نقص اليود بالغذاء. بالدول المتقدمه الايودين سفيشنت اللي الغذاء مالتهم اليومي ينطيهم كميه كافيه من اليود، هاي المجتمعات السبب الاكثر شيوعا بهاي المجتمعات هو سبب المناعه الذاتيه. بس بعامه العالم، لانه اكثريه البشر اللي بالعالم يعني يعيشون بالدول الفقيره نسبيا. احنا شنو عندنا اكثر سبب؟ سؤال محرج. بس يعني مساله الملح او المدعم باليود، يعني نعم. حال هذا الموضوع عندنا لو يحتاج انه واحد يروح ياخذ سبلمنت يحتوي على اليود. هو برنامج تدعيم الملح باليود مطبق من سنوات طويله، اكثر من نعم. 20 سنه. بس كل دوله تطبق برنامج هسه تدعم الملح، مرات يدعمون الرز او مي الشرب اصلا يدعمون باليود، يسوون دراسه او دراسه على اعداد كبيره، لان هو دراسه مجتمعيه تريد تعكس ايش قد المجتمع العراقي يعني مستوى اليود بالبشر العراقيين. نعم. للأسف ما عندنا دراسة يعني تجاوب هذا السؤال. زين. أكو دراستين بالعراق، واحدة بال79 وواحدة بال90، بس كانت على أعداد ومناطق محددة. يعني خلاصة الدراستين في ذاك الوقت أنه لا، أكو نقص يود بالمجتمع العراقي. والحل؟ طيب التعويض المياه. بهذا الوقت عندنا نقص، او ربما رخص الملح المدعم باليود يمكن تخلصنا من هذا النقص. صراحه ما عندنا جواب لهذا السؤال، لانه ماكو احصائيه. تعرفين هيك احصائيه تحتاج امكانيات قويه، يعني اقل شيء مثلا خلينا نقول 10,000 انسان مثلا نقيس اليود بالادرار مالتهم على مود نجاوب هذا السؤال، وهذا سؤال مهم ولازم يتجاوب. زين. لانه هسه السؤال اللي سالتيني اياه حضرتك اولا انه شنو السبب الاكثر شيوعا بالعراق؟ تمام. اذا هسه بالعراق ما اقدر اجاوب شنو السبب الاكثر شيوعا، لان احنا ما نعرفه على ما متاكدين، يعني انه ناقصين احصائيات. نعم. العراقيين مكتفين من اليود لو عندهم نقص يود. زين، هسه الناس اللي دا تشوفنا واللي نعم. مثلا عنده شويه خلينا نقول واهس انه ان دا يركز بصحته، ودا نحكي له احنا عن اهميه الغده الدرقيه والمشاكل اللي ممكن يسببها النقصان بها، اللي هم اكيد راح نحكيها بالتفصيل شويه انا وياك. نعم. يقدر مثلا هو يروح يسوي مثلا فحص مال يود، بنسبه اليود بالجسم؟ هو بالحقيقه نسبة اليود، هو يعني الفحص يصير عن طريق فحص كمية اليود بالإدرار وبطريقة معينة. يعني موجودة عندنا بالمختبرات؟ لا لا، دول حل دكتور، يعني موجودة. لا نعرف انه اذا هو لا اكو لي بالطعام هو او لا. هذا الفحص ما يستخدم لتشخيص نقص اليود بشخص، لا يستخدم لتشخيص نقص اليود بمجتمع. يعني انا اقيس كمية اليود بالإدرار الألف واحد، أقدر أقول بمنطقة معينة أقدر أقول هاي المنطقة بها نقص يود. نعم. بس شخص واحد ألقى عنده نقص يود، ما أقدر أقول هذا الشخص عنده نقص يود لأنه ممكن اليوم كمية الإدرار مالته يطلع بها يود خلينا نقول 50، ممكن وراء أسبوع ممكن يطلع بالإدرار مالته 100، فهو مو ثابت. فلذلك من يصير على عدد أكبر ممكن يجاوب السؤال، بس على عدد قل على شخص واحد يعني، معناها بس على مستوى بحث أو دراسة فقط بالضبط. أقدر أجاوب على بحث مجتمعي. أوكي. كسبلمنت أو كمكمل غذائي نعم. يحتوي على اليود، يقدر الإنسان العادي يأخذ بدون هو يفضل يعني يفضل وخصوصا عند النساء الحوامل والمقبلات على الحمل، المخططين للحمل. الهيئة الأمريكية للعفو للغدة الدرقية، الأمريكان ثايرويد أسوشيشن، توصي كل النساء اللي دا يخططون للحمل والحوامل أنه تأخذ سبلمنت، يعني مكمل غذائي يحتوي على 150 مايكروغرام من اليود طول فترة الحمل على مود صحة الجنين. طبعا هي الحاجة مال السيدة الحامل تكون عادة 250، التركيز على الأغذية الغنية باليود مع سبلمنت بالنسبة لا. للحوامل. نعم. بالنسبة للناس الطبيعيين، يعني هذا هو عمل شوية حكومات، يعني عمل أنظمة وليس عمل شخص، يعني أنه تدعم الغذاء مال الشخص الاعتيادي باليود بطريقة أو بأخرى. ما نقدر نوصي أنه نستخدم اليود كسبلمنت، لأنه
إذا افترضنا أنه المجتمع العراقي مكتفي باليود من الأكل عندي الطبيعي زيادة. ممكن راح تصير الزيادة بتناول اليود وهي هم بها أضرار. نعم طبعا احنا ركزنا انت حضرتك انه على الحامل انه ضروري ان تاخذ يعني بالضبط. حتى اذا كانت من مجتمع بالضبط. مكتفي لانه راح نحكي فد شويه انه ليش الحامل شنو المشاكل ممكن تصير اذا كان اكو عندي نقص باليود ونقص بالغده الدرقيه ومتعالج بطريقه صحيحه. لكن خلينا ناخذ اتصال من المسجع. الو 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 السلام عليكم، تفضلي عزيزتي واسمعيني من التليفون. بلا زحمه بلكي توصين هاي سؤال يسمعك تفضلي. اسباب الغده النخاميه شنو هو يعني؟ هم يسبب السكر الغده النخاميه؟ شنو المشكله اللي بالغده النخاميه؟ النسبه مالتها مرتفعه. يا هرمون. بعد ما بس هي ما سويت لها تحليل تشكي من الم راسها. قالوا هاي عندها الغده النخاميه مرتفعه. يعني اكون هم يسبب السكر هي؟ بس اريد اوضح لك انه لا. هي الغده النخاميه هي المايسترو مال كل الغدد الصماء بالجسم، يعني تسيطر على اكثر الغدد الصماء، فمو بها افراز واحد زايد، هي عده افرازات، سته او سبعه افرازات هذه الاعتياديه بالغده النخاميه. اكتينوما دكتور اكو عندها يعني هم السبب يعني اغراض مو زينه لا سامح الله. ممكن تصير بها اورام، ممكن تصير بها اورام، لكن على الاغلب هي تكون حميده. مو تمام؟ نعم. ايش قالوا لك زياده بافراز هرمون الحليب بحيث تضخم يعني شديد صار بيها؟ يعني النسبه كلش عاليه قالوا انا عليها بس بالضبط ما يعني هسه راجع لها يعني كل شهر للدكتور. زين هي ايش قد عمرها المريضه؟ مواليد 95. ويصير عندها افراز من صدرها مثلا من افراز حليب او فتشي من القليل؟ اي تحتها افراز. يصير افراز وهي متزوجه لو ما متزوجه؟ متزوجه. عندها اطفال لو لا؟ عندها أطفال؟ أم سجى؟ نعم. عندها أطفال بنت حضرتك؟ لا ما عندها أطفال. إذن هي تراجع على مشغلة الأطفال، اكتشفوا إنه هو هرمون الحليب عالي. تمام. ظلي تابعين. يعني اكتشفت تراجع على مود الأطفال، جاي تراجع على السكر، قالوا لها عدة الغدة النخامية. عندها سكر يعني هي عندها سكر. أم سجى اسمعيني الله يخليك من التليفون مباشر حتى ما يصير اكو فرق بوصول الصوت. هي عندها سكر همينه؟ اي عندها سكر. سكر من النوع الاول هسه صار عندها بالجديد لو هي من زمان؟ عندها من النوع الاول هسه صار لها تقريبا 8 اشهر صار عندها سكر. زين. يعني توها. تمام. ويا صداع راجعت لقيت انه البرولاكتين عالي. عندك بعد سؤال وياها دكتور؟ لو تمام بس اريد يعني اجاوب على سؤالها الاول وبعدين نعلق بعدين بعد الاتصال. انه هل السكر له علاقه بهرمون الحليب؟ الجواب لا، ما له علاقه بهرمون الحليب. ها ما له علاقه يعني؟ لا ما له علاقه، بس هذا مرض وهذا مرض ثاني، اثنيناتهم يحتاج نعالجهم. نعم. وهذا من غده وهذا من غده شكل، يعني هذا بسبب اضطراب غده البنكرياس وهذا بسبب اضطراب الغده النخاميه. لا زحمه. نعم. أعراضها كثيرة، مو قلنا لك حسب نوع الهرمون اللي يصاعد، بما أنه يعني بنت حضرتك عندها البرولاكتين أو هرمون الحليب هو اللي صاعد، هسه إذا يسمح الدكتور أنه بعدين يتكلم بإيجاز عن هذا الموضوع، إذا سمح الوقت. الله يوفقكم، الله يرضى عليكم. شكرا لاتصالك عزيزتي، ويانا اتصال من زهرة. ألو؟ ألو؟ أم زهرة تسمعينا؟ انقطع الاتصال. نعم ويا ام زهراء. تمام دكتور. قلنا هبوط الغده الدرقيه راح يسبب لي اعراض مثل ما ذكرتها حضرتك بالبدايه، نرجع نلخصها مره اخرى سريع. خمول الغده الدرقيه اعراضها تكون صعوبه بانزال الوزن او زياده طفيفه بالوزن، زياده طفيفه زياده. نعم. طفيفه يعني انا كررتها 3 مرات، معناها السمنه المفرطه اللي مثلا طولها 160 ووزنها 110-120 قطعا مو كسل الغدة الدرقية هو السبب، لأنه كسل الغدة الدرقية لا يسبب سمنة مفرطة. وهذه هي الحجة اللي النساء يعني أول شيء تقول لك أنه أنا عندي خلل هرمونات، عندي خلل بالغدة ويساء التشخيص مالتها. نعم. بعض الأحيان فإذا زيادة بسيطة دكتور أصلا حتى بدون متراجع الطبيب. أي بالضبط. فزيادة بسيطة بالوزن أو صعوبة بإنزال الوزن، جفاف بالجلد والشعر وممكن أيضا تساقط الشعر، عكس ما حكينا بزيادة إفراز الغدة الدرقية، هنا راح يصير يعني فرط العفو، زيادة بعدد تكرار الدورة الشهرية وزيادة بكمية جريان الدورة الشهرية. نعم. بالنسبة للجهاز الهضمي يصير عادة إمساك.
عدد مرات الخروج يصير أقل، يعني كل يومين أو كل 3 أيام مرة. طبعا هذا يكون هو غير معتاد، مثلا قبل كان متعود، قبل سنة كان طبيعي، وهسه بدأ يصير على فجأة إمساك يعني غير مفسر. هو طعامه خلينا نقول غني بالألياف. تمام. هذه الصورة أيضا تلخص لي الأعراض اللي ذكرتها حضرتك للمشاهدين حتى تكون أمامهم مع تمثيل يعني صوري شوية لطيف. تورم اللسان أو كبرى أو خلينا نقول بروزة، خطوط أنه موجودة عندي بالرقبة، دوخة، ضعف بالسمع، ممكن يكون إحساس يعني مفرط بالبرد، تساقط الشعر خصوصا الحواجب، الجزء الخارجي مو تمام دكتور. نعم. أكثر شيء بدي عندي الطرفي. الطرفي نعم. الخارجي، عقم، وغزارة بإفراز الدورة الشهرية أو بخسارة الدم أثناء الدورة الشهرية. بطلع. عكس الزيادة، جوز الناس يتتصور بالعكس بما أنه زيادة رح يزيد الدم. لكن هنا الموضوع عندنا يختلف. نعم. أكو عندي انتفاخ بالعينين والوجه. احنا قبل شوية قلنا اكو جحوظ يصير عند ابو الزيادة، هنا أنا لا، داير مدار العين ممكن انه او الوجنات تورم اكثر، الاجفان يصير بها. هذا طبعا يصير عادة من يصير كسل شديد نوعا ما، او ينترك فترة طويلة ويتقدم تبين الاعراض مالته اكثر، فيصير الانتفاخ بالوجه وبالاجفان، ويصير تساقط شعر الحاجب بالمنطقة الخارجية. عادة هذا بالحالات الخفيفة مو دائما يبين. اللي لازم نوصله أنه هم عدم وجود هاي الأعراض لا يعني عدم وجود كسل الغدة الدرقية. من الأعراض اللي ذكرناها هو الأكثر شيوعا اللي يجيني بالمريض البرد، زيادة الوزن. البرد أكثر، لا هو ولا زيادة الوزن، هو شعور بالخمول والكسل، وشوية زيادة ساعات النوم. يحس الشخص نفسه أنه دا ينام، قبل كان ينام 6 ساعات ويكتفي، هسه دا ينام 9 ساعات وما دا يكتفي بعد نعسان. هذه كشيوع الأكثر شيوعا. نعم دكتور، إذا أريد ندخل بالتشخيص. نعم. أكو أكيد تحاليل مال الغدة الدرقية دائما هم ناس يعرفوها ويسووها. نعم. أنتو كطب يعني كطبيب مختص بهذا الموضوع، يا تحليل تفضل مثلا للتشخيص النهائي. تمام. هو تحاليل الغدة الدرقية أو الثايرو بروفايل التفصيلية TSH والتي 4 والتي 3 ممكن إذا أنا الشخص يجيني وعنده أعراض أنا أفضل أسويهن كاملة إليه. بس دائما الهيئات العالمية توصي أنه إذا أريد بس يسمونه سكرينينج أو تحليل رصدي، معنى هذا الشخص قد يكون احتمالية مشكلة الغدة الدرقية احتمالية ضعيفة نوعا ما. نعم. فنكتفي بهيك حالة بالتي اس اتش بس. إذا يكون التي اس اتش طبيعي نهمل الموضوع، إذا يكون بزيادة أو نقصان هالمرة نحتاج نسوي التحاليل الكاملة. نعم. يعني راح تصير على مرحلتين. فإذا المريض إذا المريض يعني عنده أعراض واضحة حتى نختصر للوقت نسويهن كاملة إلى. زين أوكي، على مود رأساً توصل لتشخيص بداية، وأكيد لازم تطيل العلاج بأسرع وقت أكيد. ممكن خلي نركز على علاج هبوط الغدة الدرقية اللي قلنا اللي هو أكثر شيوعاً، الحل هو بالثايروكسين. نعم. اختيار الجرعة. نعم. شلون تتحدد؟ على أساس التحليل، على أساس الأعراض؟ تتحدد بعدة عوامل. نعم. على أساس التحليل هو رقم واحد، وعلى أساس الأعراض تفاصيل الأعراض أهم تحتاج. وإضافة إلى ذلك وأهم شيء يعني ليش سألت المتصلة على الوزن مالتها. نعم. يعني الجرعة تنحسب على وزن الجسم. شقد الوزن مثلا ننطي على سبيل المثال الجرعة الاعتيادية بالناس اللي عندهم كسل كامل بالغدة الدرقية هي 1.6 × 10. نعم. مايكروغرام ثايروكسين لكل كيلوغرام وزن جسم، يعني افتراضا انه الشخص اللي وزنه 100 يحتاج 160. زين اوكي، اكو عندي هذه الصوره ظاهره امام المشاهدين انه ممكن الجرعه تكون اعلى. نعم. اذا كان مثلا يعني خلاص انه وصل مرحله انه زين لازم بعدين يبدي يقلل الجرعه، اذا كان دا يحس بارتفاع درجه حراره جسمه، اذا كان دا يحس باضطراب مستمر، صعوبه في النوم، فقدان القدره على التركيز، يشوف نفسه انه متوتر وغضبان دائما، وايضا اكو عنده زياده ضربات القلب. هسه هنا انا بدي اسالك دكتور، كتبت انت الجرعه للمريض وراح. نعم. خلال ايش قد لازم يرجع لك المتابعه مثلا دوريه كل شهر كل سنه لتغيير الجرعه، لانه حتى اعيد التحاليل مره ثانيه؟ احسن لو يبقى العلاج نفس الجرعه ثابت مدى الحياه. احنا من نغير جرعه من نبدي نوصف العلاج اول مره او ثاني مره نغير الجرعه،
المتابعة بعد تغيير الجرعة أو بدء الجرعة بين 4 إلى 6 أسابيع، شهر إلى شهر ونص زين. نحتاج نتابعه. هسه إذا جاني بعد شهر ونص مثلا وشفت الجرعة مالته بالنسبة للأعراض مستقرة وبالنسبة للتحاليل مالته تقول إنه الجرعة مالته كافية، نعم. هالمرة لا، بين 4 إلى 6 أشهر يلا أقدر، يلا أحتاج أشوفه مرة ثانية. أها، يعني بالبداية لازم متابعة تكون شديدة وبعدين تبدأ تتباعد إلى أن أوصل أحدد الجرعة الكافية لجسمه بذاك الوقت، ربما كل 6 أشهر مرة، لأنه أصلا فترة طويلة ما أقدر أقول كل سنة، لأنه مثلا هذا الشخص من نال سنه ممكن وزنه راح يتغير. اكو فرق بين الصيف والشتاء، نعم. يعني طرح الهرمونات مال الغده الدرقيه، نعم. يختلف بالصيف عن الشتاء، فدي يصير فرق بسيط بين الجرعه اللي يحتاجها الجسم بالصيف عن الجرعه اللي يحتاجها بالشتاء، اضافه الى مثلا استخدام ادويه اخرى. أي. ادويه اخرى ممكن تتداخل ويا الثايروكسين، فممكن يحتاج جرعه اقل او جرعه اكثر من يبدي يستخدم هاي الادويه اضافه الثانية. الى انه خصوصا اذا كانت المريضه هي امراه، نعم. وفكرت بالحمل او صارت حامل بهذه الفتره، ذاك الوقت اكيد لازم تراجع لانه العلاج راح يتغير اثناء الحمل. اكيد الجرعه اثناء الحمل تختلف عن الجرعه. كتعليق سريع، نعم. على استفسارات المتصلين، نعم. دكتور، علاقه الغذاء، اكو ربط بين الاكل، نوعيه الاكل واضطراب الغده الدرقيه؟ تمام، هو المتصل كان سؤاله انه عن هل السمك المشوي، نعم. هو افضل علاج للغده؟ هو بالحقيقه باعتبار غني باليود، اي باعتبار غني باليود، احنا اذا عندنا مرض بالغده فهو نادرا ما يكون هو مجرد نقص اليود هو السبب، يعني وماكو فد شيء اسمه يعني مرض الغده، يعني اذا مثلا عندنا زياده بافراز الغده فيمكن زياده اليود بطعام هذا الانسان يمكن تخلي الامور أسوأ عنده. ف يعني ما نقدر نعمم ونقول السمك المشوي هو افضل علاج للغده، الاصح انه استخدام او تناول الوجبات الغنيه باليود، نعم. السمك البحري مو سمك البحيرات، السمك البحري او الملح المدعم باليود، نعم. او غيره، بالنسبه للناس الطبيعيين قد يقيهم من مشاكل الغده على لكن المدى كعلاج البعيد. ماكو اساس علمي لهذا الموضوع، علاج باستخدام السمك لا، تمام. بالنسبه للاخ اللي سال عن تذبذب الاعراض، ياخذ العلاج فتره يصير زين يتركه ترجع مره لخ الاعراض، العلاج لازم يبقى مدى الحياه لو همين فترات وينقطع؟ بالنسبه للغده السامه، نعم. او فرط افراز الغده الدرقيه، مشكله الغده السامه هي عفوا المفروض تكون نعتبرها مشكله قابله للعلاج للشفاء، زي. يعني ماكو مريض المفروض يتناول علاج للغدة السامة أكثر من سنة ونص. أها، هذه معلومة مهمة. هذا الحد عكس الأعلى. أبو الخمول قال 2.5 سنين قبل شوية. زين. هو مو صحيح، قد يكون هو أتذكر هو قال ما كلش أتابع وأراجع. أي هو يعني ياخذ يصير زين يتركه يده ترجع الأعراض ومرته له خير يرجع ياخذ. سنة ونص بشرط أنه هو ملتزم بالعلاج خلال هاي السنة ونص. أها تمام، يعني لازم يراجع الطبيب، نعم. مالته. أوكي، وبالنسبة للمتصل اللي سأل اللي عنده أعراض اختناق، نعم. الحل راح يكون جراحي له دواء بهيج حالة. كان كلامه أنه عنده تضخم بالغدة الدرقية، نعم. وعنده أعراض ضغط أنه اختناق وصعوبة بالبلع، والتحاليل مال المريض كانت سليمة، يعني إفراز الغدة بعدها بالمستوى الاعتيادي. مثل ما قلنا قبل شوية، تضخم الغدة الدرقية هو فد شيء شائع، 40% من البشر نفترض أنه من العراق، يعني من كل 10 4 عندهم تضخم. من غير المعقول أن نقول 4 من كل 10 عراقيين نحتاج نشيل الغدة الدرقية مالتهم طبعا ونسوي لهم تداخل، كله بدون غدة درقية معناها. فالصحيح أنه أولا إذا أكو خلل بالغدة الدرقية بإفراز الغدة الدرقية زيادة، نعم. أو نقص، هذا اللي راح نعالجه. الشغلة الثانية اللي هذا من واجب الطبيب أنه أقيم هذا التضخم بالغدة الدرقية، هل هو بشكل واضح هو تضخم حميد؟ لو أكو شك أنه ربما أكو ورم خبيث بحيث ذاك الوقت أدخل تداخل جراحي، بذاك الوقت يحتاج نسوي تداخل جراحي، نعم. والشغلة الثالثة اللي حكيناها قبل شوية أنه إذا أعراض الضغط مالت اللي دا يحس بها المريض تأثر على حياته اليومية، تمام. أوكي دكتور، بآخر 30 ثانية بس حتى أنه نوصل معلومة سريعة للمشاهدين، نعم. ليش قلنا الحامل لازم تأخذ يود؟ شنو التأثيرات اللي ممكن تصير لي على الجنين إذا كان أكو نقص؟ تمام، في آخر 20 ثانية، نعم. أوكي، الحامل تحتاج تأخذ يود لأنه عندها حاجة مضاعفة، حاجة جسمها زائد حاجة. أكو تشوهات خلقية ممكن تصير عندي؟
اذا يصير خلل بافراز من نقص اليود ما معلوم، اذا خلل بافراز الغده الدرقيه يعني اكو تشوهات ممكن تصير بخلل نعم، واكو ممكن حتى خلل بالتطور العقلي او الذهني بعدين بالضبط، بالذات على الجهاز العصبي مال الجنين. نعم طبعا دكتور، يعني موضوع الغده الدرقيه هو كبير بحكم يعني بحكم اهميتها اصلا انه هي نعم. تحكم للجسم كله، فالمفروض ان احنا ما تكفينا اصلا لقاء واحد أكيد. حتى نغطي أكيد. الموضوع كله، لكن ان شاء الله غطينا النقاط المهمه اللي حبينا نوصلها للناس ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور لحضورك ويانا. شكرا جزيلا لاستضافتكم. اهلا وسهلا. اذا مشاهدينا الكرام، ان شاء الله كانت حلقتنا مفيده وممتعه لكم. صحه وسلامه لكم مشاهدينا، وانتظرونا بالاسابيع المقبله.